ضروري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في البداية تنقدم تشكرات ديالي لجميع فعاليات المجلس البلدي وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس البلدي اللي خدا البديلة فتح هذا المسبح هذا في الموسم الصيفي 2022. والكل تيعرف بأن هذا المسبح كانت مغلقة الأبواب ديالو مدة سنتين ونصف، ومن قبل كانت تحت يد الشركات اللي كانت تتهاون تحت أن هذا المسبح أصبح أي للسقوط وأصبح غير مؤهل لاستقبال المرتفقين والمساهمين، إلا أن السيد الرئيس أصر وخدا قرار على أن هذا المسبح يتفتح أمام الساكنة بمواصفات مواصفات بروفيسيونيل كما تنقولوا، ماشي مواصفات عادية. فحاولنا أننا نقدم جودة الخدمات للساكنة بمدينة مكناس، خصوصا أن المسبح كما قلنا أصبح أي للسقوط، إلا أن جميع التدابير الاحترازية اتخذت كتجهيز قاعة التمريض بالإسعافات الأولية، إيجاد المعلمي السباحة ومنقذي السباحة المرخص لهم من طرف الوقاية المدنية، تجهيز جميع المساحات الخضراء، إعطاء صورة مشرفة لهذا المسبح هذا اللي أصبح يعتبر من المسابح الرائعة، وذلك تبعا للتاريخ ديالو المعروف على المستوى الوطني والمستوى الدولي، ولجودة المياه ديالو اللي كتأتي عبر موارد المياه العين الأطلس وتأتي عبر الرمال والحجر وهي مصفى، واتخذنا الوقاية كذلك في معالجة وتطهير هذه المياه، وهي جد مياه صافية من أجود المياه الباطنية. فالمرجو من الساكنة مدينة مكناس وأنادي وأناشدهم أن يحافظوا على هذه الجوهرة لأنها جوهرة غالية تمتاز بجودة مياهها وتمتاز كذلك بجميع المواصفات اللي يمكن تقدمها للمستحمين والمرتفقين سواء على مستوى سهاريج المسبح أو على مستوى كما قلنا المساحات الخضراء. فالمرجو النداء ديالي للساكنة مدينة مكناس باش تكون في المواصفات باش تكون في المستوى وتخلي هذا المسبح هذا على الصورة المشرفة ديالو اللي كيقدم دائما خدمات جليلة لهذه السكينة هذه، خصوصا أبناء الشعب وأبناء الفقراء اللي كيصرونهم كذلك على الدخول لهذا المسبح نظرا لشساعة المساحة ولشساعة السهاريج ولعدة اعتبارات. فهذه التدابير الاحترازية كاينة هناك على مستوى النظام الداخلي، الأمن الخاص، فجميع الفعاليات الوقاية المدنية، وزارة الصحة، فجميع الشركاء ديالنا السلطة المحلية خداو حتى هما القرار باش نتعاونوا مجموعين لتقديم جودة الخدمات لهذه السكينة. فنظن بأننا سنكون عند حسن ظن الجميع وشكرا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، هذا اليوم يعد اليوم الأول لافتتاح المسبح البلدي، وبالتالي فهو يعتبر واحد الفرحة عارمة بالنسبة للساكنة الأطفال ديالها والأسر ديالها، بحيث أنه هو المتنفس الوحيد، وقد أشرف على هذه العملية السيد الرئيس في الصباح منذ الافتتاح والأعضاء المحترمين، وكنشكروا من هذا المنبر جميع الفعاليات التي ساهمت في إنجاح هذا المنتجع، وكذا رجال الأمن قايمين بدورهم، والوقاية المدنية، وجميع الفعاليات، والإخوة الأطر اللي معنا، ونتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس المجلس البلدي وجميع الفعاليات المشاركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم منقذ السباحة طارق. هنا تنتواجد في المسبح البلدي بمدينة مكناس، هو من بين المسابح الذي تيعرفوه مكانسة، هو تيجيو له الناس دمكناس بأنه هو فيه ثمن رمزي، ماشي شي واحد اللي لاب بيسين، هو اللي هنا فيه العائلة تتلقى راحتها كما تتشوف مظلل
متسع كبير، الدراري تيجيولو تيلقاو راحتهم هنايا، وحنا راه هنايا على كما تنقولوا حنا خويا حنا منقذين سباحة. تم دوزين ستاج ديالنا لا سوكوريزم الاسعافات الاوليه. حاضين خوتنا بحال خوت خوك تيعوم وحنا حاضينو، فهمتيني؟ وتنتمناو من الله باللي ما يوقع حتى شي مشكل وكلشي يمشي فرحان، فهمتيني؟ الهدف ديالنا هو يكون كلشي مزيان، فهمتيني؟ حتى شي ام ما تبكي على ولدها، فهمتيني؟ تنتمناو من الله باش ندوزو هادشي بخير وعلى خير. وشكرا لكم اخويا، الله يحفظك. العدد ديالنا اللي تجاوز اكثر من 10 ديال المتر ناجر بالدبلومات ديالهم بكلشي. بالنسبه للعائله ديالهم هنا، بالنسبه للعائله تيجيو مرتاحين هنا، حنا تنقابلوا لهم وليداتهم. حنا اصلا هنا كنا ولاد الحومه، كنا منطقه وحده، تنعرفوا بعضياتنا وما عاوتاني شي يعرفونا، وكبرنا معاهم وكبروا معانا، وانا راه تنحترموا اي واحد وتيحترمنا اي واحد الحمد لله. وهذا هاد لابيسين هضره ديال العموم وديال الناس كاع ديال ولاد مكناس، وهذا هو كما كنت نقولوا حنا، هو البحر ديالنا والبحر ديال مكناس. وبالنسبه للثمن، الثمن رمزي، اي واحد يمكن له يجي يجيب وليداته. الثمن هو 5 دراهم، ماشي شي حاجه ما كثيراش. 5 دراهم راه اي واحد، الثمن رمزي، يمكن له اي واحد يجي يدخل يجيب وليداته. بالنسبه ديال المتر ناجر، انتم تشوفوا راه قايمين بالواجب، راه بحال داك الشيء، راه بحال خوتنا حنايا هنا تيعوموا، ماشي البراني اللي تيعوموا. تنتمناو من الله تجيو تزورونا وتجيو لعندنا، مرحبا بكم في اي وقت. وتنشكروا الاذاعه ديالنا وشكرا. واخيرا حل المونيسيبال هذا، شحال هذه وحنا جالسين كنتسناو فيه. ايوا شعور زوين، نحلوا لنا دول المتنفس الواحد ديالنا. ايوا انت كتشوف راه عامر، الناس راه فرحانين، كلشي فرحان. كما تشوفوا حنايا ولاد مكناس ولاد صدى عمر ولاد هذا، تنجيو تنسافروا هنايا حقاش هذا هو المنزل ديالنا، فين تيتهزوا مكناس كاملين. اليوم الساكنه ديال مكناس كامله فرحانه. خوتي راه توحشنا هذه الاجواء ديال مكناس، ومزيان هذا الشيء هذا، تنفرحوا مع العائلة ديالنا، وما كاين لا تخسر لا ضرا لا والو. الناس مأدبه، الناس زوينه، والله يخلي لنا هذه الفرحه، وديما مكناس ديما كودوم. السولو ريدمان ومن السفر هو البحر.